ذكرى الزياده ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الشهر نيت توفى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الذكرى هذه انسان ما يعتبرهاش عيد، فهمتي؟ خاصو ذكرى يصلي فيها، يذكر الله، يعرف وليداته بان هذا الشهر ماشي ديال ان عيد خصنا نحتفلوا خصنا نديروا، فهمتي؟ خصنا بالعكس خصنا نقوي الايمان ديالنا، نصلي ونذكروا الله ونعلموا وليداتنا في هذا الشهر اكثر انهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني راه قدوه لينا، يعني راه حبيب ديالنا ماشي كما كنقولوا. خاصهم يعلموا بان هذا العيد هذا ماشي عيد، هذه الذكرى ديالو، احتفلوا بها بواحد الطريقه دينيه، ماشي ان كما تيديروا اللبس والاحتفالات الحلوى. هي لا تجمعوا على الذكر، العائله لا تجمعت مع بعضياتها على الذكر، هي احسن حاجه. وبالنسبه لي ذكرى نتي العائلات كيديروا صله الرحم بعضياتهم ويقراو شويه القران، حيت راه ابر العائلات كاملين دابا اللي كتلقاهم كاع ما كيحتي يعرفوا هادشي ديال عيد مولد النبوي، ولا ابر المغاربه شي يقول لي عيد مولد النبوي، ولكن هو بالنسبه لنا حنا مغاربه ذكرى، على حسب جدودنا تيقول لهم حنا ذكرى. ابر سميتو كتقرا القران وشحال من حاجه، وانت في الدار الا كان شي حاجه كاع بنادم اللي كان ماش كاع كيصلي تي قرا شويه البركه ديال القران في الدار باش يحفظ بها راسو ويحفظ وليداته. احياء هي سنه، احياء يعني احياء صاحب الجلاله في بيت الله في المساجد بالعاطر بالمسائل ديك المقاوض الدرافات الدراوش هذاك الشيء كلشي زوين، ولكن تقول لكم ما بدعه. كيفاش بدعه؟ 12 ربيع الاول زاد رسول الله في ليله الاثنين، هو كان الخميس، هو كان ليله الخميس الجمعه، يعني هاد احياء عيد الموت تبقى ذكرى حتى تقوم الساعة. السلام عليكم. عيد النبوي الشريف الذكرى النبوية، الذكرى في الإسلام ديالنا، الإحياء ديالها هو الدين والعبادة، وهذا هو اللي كنعرفوا في الدين ديالنا حنايا. حنا الحمد لله الذكرى عيد النبوي الشريف كنحتفلوا بها بالدين ديالنا والناشئ النواشد ديال الدين وداك الشيء هذا هو. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع أصحابكم.